أجمل شتاء في العالم. أول حملة وطنية سياحية موحدة في دولة الإمارات. لطالما رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشاريع ومبادرات ساهمت في جعل الإمارة محط أنظار العالم بأسره، ولم تقتصر جهود سموه على دبي، بل لطالما شملت رؤيته جميع الإمارات. ومن بين هذه الجهود إطلاق مبادرة أجمل شتاء في العالم للسنة الثانية على التوالي، والتي تعد الأولى على مستوى الدولة، وتهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية في الإمارات وتعزيز سمعتها العالمية كوجهة متنوعة وغنية يزورها السياح للتعرف على أهم المعالم السياحية الداخلية في الإمارات. هذا وتتزامن الحملة مع بدء تحسن حالة الطقس وافتتاح المزيد من الوجهات السياحية في الدولة، فضلاً عن استضافة معرض إكسبو دبي 2020، إلى جانب بدء إجازة الطلبة وتطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارات، مما سيمكن العائلات من استكشاف معالم جديدة برفقة أطفالهم. يعتبر قطاع السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا عملت الدولة باستمرار من أجل الارتقاء بالقطاع الحيوي وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال إزالة المعيقات أمام الشركات ورجال الأعمال، إلى جانب دعم الأفكار الريادية عن طريق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمن مساع مستمرة لترسيخ صورتها كمركز جذب سياحي إقليمي ودولي، اتخذت الإمارات السبع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تطوير منظومة سياحية متكاملة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي. ومن بين أحدث المبادرات إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم. قبل الخوض في تفاصيل حملة أجمل شتاء في العالم وبرنامجها لعام 2022، يجب الإجابة عن سؤال: لماذا تم اختيار فصل الشتاء؟ يمكن القول أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على الكثير من الركائز التي جعلتها الوجهة السياحية الأولى في الشرق الأوسط، ومن بينها طبيعة الطقس والمناخ في الإمارات الذي يعد مثالياً في مختلف فصول السنة، وتحديداً فصل الشتاء الذي يمتد من ديسمبر حتى فبراير من كل عام، حيث تشكل زيارة الإمارات شتاءً هدفاً للسياح الراغبين في الابتعاد عن البرد القارس والاستمتاع بتنوع كبير في الأنشطة التي توفرها الأماكن السياحية في الإمارات، فضلاً عن التمتع بمنظر السماء البديع عند التخييم في أحد أفضل مواقع التخييم في الإمارات، بالإضافة إلى السياحة الثقافية والتراثية في المتاحف والمعالم التاريخية وغيرها الكثير. وإجمال الأماكن السياحية المشمولة بالحملة ما يلي: في البداية برج خليفة. يقع برج خليفة في إمارة دبي، ويعد أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع إجمالي يبلغ نحو 828 متراً، وقد سمي بهذا الاسم تكريماً لرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. عين دبي. تعتبر عين دبي أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم،
وترتفع عين دبي 250 مترا عن الأرض. ديب دايف دبي. سجلت دبي رقما قياسيا عالميا جديدا باحتضانها لأعمق حوض للغطس في العالم الذي يبلغ عمقه 60 مترا تقريبا، ويعتبر جزءا من المدينة الغارقة تحت الماء المستوحاة من مدينة أتلانتس الأسطورية. مسار جبل جيس الانزلاقي. افتتح مسار جبل جيس عام 2018 في إمارة رأس الخيمة ليكون أطول مسار انزلاقي في العالم، ويمكن للزوار التنقل بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة على ارتفاع 1680 مترا من مستوى سطح البحر عند قمة الجبل. تمثل حملة أجمل شتاء في العالم لعام 2022 فرصة لزيارة معالم لن تجد لها مثيلا إلا في الإمارات، وتمتد من 15 من ديسمبر من عام 2021 حتى نهاية شهر يناير من 2022. تحتفي نسخة هذا العام من الحملة بالعنصر الإنساني العامل الأول والأهم في تكريس مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، والمتمثلة في مستويات الأمان العالية في الدولة ومشاعر الأخوة وقيم التسامح واحترام التنوع الثقافي وحسن الاستقبال وغيرها.